احمد حبيبي من فتره مش قصيره كان بعت لي مجموعه من الاغاني، لان انا من زمان قلت له انا يعني فعلا نفسي نعمل عمل مع بعض، وحقيقه انا بحب احمد على المستوى الفني والمستوى الشخصي، وبعتز بيه جدا جدا على المستوى الانساني كمان، ودمه زي العسل. انا ما انا يعني انا بعد كده كل ما الاقي نفسي متضايق تعالى يا احمد دي اول مره تطلع معاك دلوقتي يا والله، لانه حقيقي دمه خفيف وعلى طول بيضحك وعلى طول في بسم التفاؤل كده في كلامه وفي صوته، فبجد حبيته جدا جدا، والحب الكبير متبادل بينهم. ويمكن الكتار ما يعرفوش انه احمد من زمان كان حلمه يشتغل مع هاني شاكر في عمل، ودلوقتي حلمه اتحقق. انا الاول بس هقول لك الحقيقه، عشان هو الاستاذ هاني مؤدب جدا مؤدب جدا جدا، فدايما بيقول حاجات مؤدبه مؤدبة جدا. انا كنت فاكرك مؤدبة هيبوظني في الغنى تهدلي يعني هو بيقول انا كنت عايز اغني، طبعا مش دي الحقيقة، طبعا هو الحقيقة ان انا يعني ده حلم من احلام حياتي ان انا ده اغني، يعني الناس كلها عارفة، فانا كلمته كده بالظبط عشان هو عارف ان انا مش بكذب دلوقتي. قلت له بقول لك ايه، ما تاخدني معاك الوطن العربي خدني معاك بقى وديني لكل الناس اللي بتحبك دي ان شاء الله خدني معاك وسيبني هناك وارجع انت من الاول انا فعلا قلت لاحمد انا يعني نعمل شغل مع بعض، يا اما نغني مع بعض يا اما يعمل لي لحن اغنيه يعني، وعشان كده هو في الاول هو بعت لي اكتر من حاجه. ايوه فعلا بعت له حاجات كتير جدا، كل الحاجات اللي بحياتي بعتها بعت له حاجات مش بتاعه. هو بص ليه ده خبط على الباب وداخل انا جيت يعني بعت له كل ما املك ومن بين الاختيارات العديدة اختار هاني شاكر أغنية يا بختو بسبب كلماتها ولحنها. يا بختو اللي احنا من بختو نحبه وقلبنا ياخده. الغنوة حلوة قوي، كلامها مختلف وجميل وفي تفاؤل وفي خف الدم وفي حاجة تشدك، وطبعا أحمد عامل لحن رائع 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 يخش القلب من أول ما تسمعيه من أول مرة. أنا سعيد بالتجربة جدا، وحقيقي سعيد أكتر بتعاملي مع حبيبي أحمد سعد، الصوت الجميل والفنان الجميل اللي أنا بحبه وبعتز بيه جدا. كان طبعا اختيار موفق جدا طبعا، وبشكر طبعا شركة مزيكا ومحمد محسن وأستاذ محسن طبعا على أنهم يعني بصراحة ما رفضوليش طلب وأطاحوا لي الفرصة وكلموا الأستاذ هاني شاكر، والأستاذ هاني شاكر طبعا يعني رحب بالفكرة، فده بالنسبة لي أنا دلوقتي حاسس إن أنا في حاجة حلوة في حياتي، يعني في حياتي محطة في حياتي مهمة جدا 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 أنا بعتز بيها جدا. والحلو في الديو إن في اختلاف في ستايل الغناء، فأحمد مشهور بغنائه الشعبي وهاني معروف بإحساسه العالي وستايله الرومانسي والدراما، علشان كده الجمهور اتفاجئ لما نزل البرومو، فطبيعي اتقسمت الآراء بين مؤيدين ومعارضين. بجد ربنا سبحانه وتعالى يعني بيسبب الأسباب، هي الغنوة حقيقي من الأول تخش القلب، والحمد لله إن أنا وأحمد ربنا قدرنا إن إحنا نأديها حلوة قوي، والصوتين لاقين على بعض قوي ولاقين على الكلام قوي. البرومو اللي نزل على رأيك خلى ناس كتير قوي، أنا يعني عايز أقولك ملايين مشاهدات عندي أنا بس على الصفحة، غالبا هيبقى عندك أنت بس لأنه هو أكتر حاجة عندي أكتر مش عندي أنا بس اتوصل أحمد برضه ولا كواليس ايه. بص الضحكه اللي طلعت دي، الضحكه اللي اتحطت دي ما كانتش احنا بنضحك او احنا دلوقتي واحنا بنسجل كان كده والله على رايي ربنا اه والله من الضحك والله العظيم خفيف وبيطفي كده جو من البهجه والفرح، واجواء الضحك والفرح كانت كمان واضحه في البرومو. واللي لفت النظر اكتر هو الكيمياء الموجوده بين فنان من الجيل القديم مع فنان من الجيل الجديد. هي بتبقى برضو تركيبات كيميائيه يعني ممكن قوي ناس بيغنوا بقالهم فتره مع الجيل الجديد اللي طالع، واحمد مش جيل جديد على فكره لا وبعدين بص ولا الاستاذ هاني جيل قديم بص وشه يعني احمر ازاي يعني احمد ده هو ما شاء الله فنان جميل شكله وشكله تعرفي مين الجيل القديم لكن هي بتبقى فعلا كيمياء، يعني انك تلاقي اولا عمل يجمع صوتين اتنين يحبوا انهم يغنوه، دي بتبقى حظوظ، لان فعلا الاغاني الدويتو دي بتبقى لازم بيبقى يعني الصوتين حابين بعض ولايقين على بعض، فالناس مش متخيله ازاي هنعرف نغني مع بعض. انا بصراحه شديده وانا بغني انا حاولت اغني زي احمد اه والله بصراحه وليه بوظ نفسك لا انا قلت ابص بقى على كبر تخيل مش عارف ارجع تاني يا احمد مش عارف ارجع طفل تاني
ما عرفناش نبطل ضحك معاهم. واكيد الف الف مبروك لاحمد سعد وهاني شاكر على الاغنيه الجديده، واللي ان شاء الله هتنزل كامله الاسبوع ده، يمكن يوم الثلاث او الاربع بالكثير. وزي ما قال لنا كمان احمد سعد، وكمان احنا سالناهم لو هنرجع نشوفهم مع بعض في عمل تاني جديد، وهاني شاكر اكد لنا انه عندهم مشاريع كتيره في الفتره اللي جايه اوريدي بيشتغلوا عليها مع بعض.